يلا يلا. طيب فيما يتعلق بالمعارضة في البرلمان اللي هما ما داخلينش أغلبية 102 اللي ما داخلينش في الأغلبية ديال ثلاثة الأحزاب زائد الاتحاد الدستوري 102 هاد 102 راهم ماشي فقط أربعة الأحزاب راهم سبعة الأحزاب لكن حنايا هاد الربعة كنحاولوا أن نشتغل أن نستخدم الأصل اللي خصو يكون فيه التناغم هي الأغلبية حيت عندها برنامج خصها تحقق انسجام باش تنفذوا إلى غير ذلك في جميع المجالات بما فيها في المجال التشريعي باش يصوتوا على القوانين اللي كتجيبها الحكومة. أما المعارضة الأصل فيها راه كل واحد عنده مرجعيته كل واحد عنده برنامجه كل واحد عنده أولوياته كل واحد عنده طريقة الاشتغال ديالو ومع ذلك لا أخفيكم حنا في المجموعة المية بالعدل والتنمية بذلنا مجهودا كبيرا باش تجمع هاد الأغلبية منذ 2021 المعارضة عفوا حتى الأغلبية راه كنساهموا باش نوحدوها حتى مرة فحنايا منذ 2021 قلنا ودي كيخصنا نوحد ما أمكن الجهود ديالنا في مواجهة التغول ديال الحكومة والأغلبية ديالها فلذلك حنا درنا هاد العملية هادي ونقول لكم أقول بأننا ضحينا حنا وخا كتشوفوا العدد قليل ولكن واحد العدد ديال الأمور حنا تنازلنا من جهتنا ولا زلنا نتنازل وغنبقاو كنتنازلوا باش المعارضة تشتغل في واحد الحد أدنى هاد الحد الأدنى راه كنشتغلوا عليه هادشي اللي كتقولوا ديروا ندوة غتشتت على زعما هي جامعة شي حاجة راه جمعنا غير واحد الحد أدنى ديال التوافق حول قضايا معينة كنشتغلوا عليها حنا من جهتنا حنا لازلنا حريصين والآخر لما بغاش له واسع النظر ونحن نشتغل كمجموعة نيابية في هادشي فيما يتعلق بواحد النقطة سي إدريس هاد القضية ديال القراوي وسعد الدين والمحروقات وقال لي وقلت له راه هو قال هادشي ما كاينش نهائيا سي إدريس القراوي عيط لي بعدا انا الاول عيط لي باش نمشي كرئيس ديال المهمه الاصلاحيه ورفضت لانه ما يمكنش هو مؤسسه دستوريه وعيط لي انا كمؤسسه دستوريه اسمعني وكان الملكي قال لي ما كاين فيها قلت له ما غنمشيش وما لا يحق له وتلاقيت سي إدريس وشرحت له قلت له دي بغيتي التقرير هاك هاد التقرير بغيتي الوثائق نعطيها لك الوثائق اللي اعتمدنا عليها نعطيها لك ومع ذلك سي إدريس القرابي دار مجهود ما لا اخفيكم دار مجهود بهذيك يعني 13 واحد اللي عنده دار مجهود خرج التقرير الاولاني راه كيقول 90% بغى يطبق القانون 18 مليار 18 مليار تقريبا لان الا خدينا تقريبا 60 مليار اللي هو راس المال كاع اللي رقم معاملات راه هذا هو 90% من بعد قال 8% من بعد لا 9 مليار 9 مليار اللي قال لا هو كان كيبني على 90% اللي كاينه في القانون ومن بعد قال 8% ومن بعد قال ماشي الشركات كلها هو 8 قال 3 الى غير ذلك هذيك التقارير اللي رفعها هذيك التقارير رفعها الديوان الملكي ما رفعهاش الحكومه نهائيا ما رفعهاش الحكومه رفعها الديوان الملكي وعلى اثر صدر بلاغ ديال الديوان الملكي الذي تتبعتموه واللي كان فيه بانه غدار واحد درت واحد اللجنه اللي فيها والي بنك المغرب وفيها رئيس مجلس النواب وفيها رئيس مجلس المستشارين وفيها المجلس يعني رئيس المحكمه الدستوريه ومجلس الاعلى للحسابات وصدروا هذاك التقرير وعاودوا صدروا واحد يعني اشتغلوا تقريبا واحد 6 شهور وخرجوا بانهم غادي خصو يتغير القانون وخص دار واحد العدد ديال الامور فقط فهذا هو اللي عنده علاقه بالحكومه والحكومه منين جات هذيك التوصيات يعني كانت في النهايه ديالها على كل حال في النهايه ديالها فجات هذه الحكومه اللي بعد منها وجابتنا داك الشيء وبقينا كننتظروا مادام كتكلموا على مجلس المنافسه غنقول فيه جوج حوايج ولا ثلاثه الاولى هو ان مجلس المنافسه 13 هما اللي باقي اللي تبدل هو الرئيس والتقرير كان واش هذوك الناس ما هذا الخبره والتقرير دار فهاد الشيء علاش غيتغير علاش غير الخلاصات ديالو هي نفس الخلاصات علاش غادي ينزلوا من 9 مليار ل 1.83 نفس الاشخاص وثانيا هاد التعيينات التي تمت ما عمرنا قلنا نقولوا التعيينات اللي دار رئيس الحكومه في مجلس المنافسه تخدموا مصالحه وتبعوها تخدموا مصالحه ثم مجلس المنافسه مزيان هادشي اللي درتي على المحروقات يعني
على واحد العدد ديال القطاعات اللي درتيهم غرامات كثيره كبيره، وعلاش غير هذا ديال المحروقات اللي مشيتي كدير؟ واسيدي نصر ديرنا غير نشرنا القرار ديال الصلح نشرو، قول اودي ها شنو حصلت عليهم وها باش صالحنا، كل شيء ما بغيتش تعلن عليه. اين هي الشفافيه بعيدا عن النزال؟ شكرا لك سيدي. بسرعه انا جوج ديال النقاط بغيت نتكلم فيهم. النقطه الاولى هو ما الذي يضايق العالم من ان حزب العداله والتنميه يقرر ان يشارك او لا يشارك في ملتمس الرقابه وان ينظم ندوه صحفيه ليقدم تقييمه؟ حزب العداله والتنميه حزب مستقل له قياده تقرر وحر، وبالعكس هذه الندوه الصحفيه تؤسس واحد السنه حميده في هذا المشهد السياسي الذي ارادت له هذه الحكومه ان يصبح على طبل واحد وعلى 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 من شيء واحد. بالتالي ثانيا حنا تناخذوا القرارات ديالنا وفق التقديرات ديالنا. ما يمكنش حزب كان باغي يركب في الحكومه النهار اللي حطوه في المحطه بغى يجي يرجع هو الزعيم ديال المعارضه، هذه ما كاينش. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الله يلعن الكذاب اللي سول ودابا الا بغيتيو تشوفوا الندوه الصحفيه شوفوا هذا التاجيل هذا اللي تاجل. دابا هذه مؤسسه دستوريه، هذا برلمان، هذه راه فضيحه سياسيه، فضيحه سياسيه ودستوريه. مجلس النواب يقرر من البرلمان بغرفتيه يقرران غرفتان تيقرروا باش يعقدوا اجتماع نهار 17 ابريل ويعلن من الراي العام ومع رئيس الحكومه يؤجلون الى وقت لاحق. هذه فضيحه سياسيه تنضاف الى سجلها الفضائح السياسيه ديال هذه الحكومه ديال هذه الاغلبيه الحكوميه. هذه مصيبه بكل المقاييس. هذه تستهل ان تقدم هذه الحكومه استقالتها. هذا هو الكلام. ورئيس المجلس. نقطه اخرى، احد الصحفيين سول على هذه القضيه ديال الفواتير وكانت بيناتكم الثقه. نقول لك الاخر، حنا الثقة لا تعني التواطؤ. حنا الثقة كاينة الثقة ولكن حاضنة راسنا. كان التواطؤ هذاك الإصلاح ديال المقاصة ما غيتحيدش، لأنه السي أخنوش كان ضده. ورئيس الحكومة آنذاك الأستاذ عبد الإله بن كيران خذ القرار ضدا على إرادتي السي أخنوش، وأنا تنتكلم بمعرفتي الشخصية بالملف. كان ضد هذا القرار ولا يخدم مصلحته، كما هو كان ذلك ضد القرار ديال البوطة. لانه هو هذيك القضيه ديال الفواتير، هو تيجيب الفواتير. ونقول لك واحد المساله من الناحيه التقنيه، في العالم كامل، في الامريكان، في الاتحاد الاوروبي، في هذاك جوج ديال الانظمه لا تقدر عليها الدول، والامريكان وما ادراك ما امريكان، نظام ديال الدعم العمومي ونظام ديال التحفيزات الجبائيه. هادو جوج ديال الانظمه، دير اللي بغيتي غيلقاو منين يدوزوا ليهم الشركات والمقاولات اللي معنيه، لانه انت تتحضي بوحدك. فلذلك هذه القضيه هو اللي تيحضيك. سير انت تبع ديك عبر ديك اليطروات ديال ليسونس وديال الغازوال، شوف شحال دخل شحال خرج، تيجي لك فواتير تتعيا وما تحضي تيدوزوك. وبالتالي انا مره اخرى الثقه كاينه، ولكن حنا ما تنتواطؤوش على المصلحه ديال البلاد. النهار اللي كان خصنا الاصلاح ديال المقاصد دار، ومرة أخرى السي عزيز أخنوش إلا ما عجبوش الإصلاح ديال المقاصة وتيقول المحروقات هذا تيحيدو. تفضل دابا. يحيدو مالو يتنعم فيه، وزاد 140 مليار ديال الدرهم ديال الديون و80 مليار ديال البيع ديال المقرات، ويلاه يلاه. وما قادش على الميزانية ديال البلاد. أما إلا مشى تقاس المقاصة خصو يبيع. الله يعاون. عرفتيه بالله، عرفتيه باش غنختم لكم بواحد النكتة. هذه النكتة حقيقية وواقعية، اسمعوها مزيان. ملي كنت انا رئيس الحكومه، اذا ماشي نكته، هذه حقيقه. نكته حقيقيه وهذا مالو هذا تاو. ملي كنت انا رئيس الحكومه الاخوان، لا النكته اللي رداتو. ملي كنت انا رئيس الحكومه ما كانوش كيتواضروا معايا في اي جلسه في البرلمان، لا في مجلس المستشارين لا مجلس النواب. ولكن المعارضة ساعتها لما شافت النتائج ديال ديك الجلسات، هما ما تلاوش بغاوها، وكانوا كيديروا واحد المجهود، ياك سي بول تفتيت، كيديروا واحد المجهود باش ما تعقدش. حبسوها شحال مرة حبسوها؟
والتوقيت لا شحال من مره بعدا حبسوها ما كانتش كاع هما اللي حبسوه. دابا دابا هذا المعارضه والاغلبيه كتطلب منه يجي هو ما تيبغيش يجي ودابا غير هادي تبين لكم الله يصبحكم على خير. السلام عليكم. هذا الله يمسيهم دابا بحال بحال. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.